كابتن بلال الف مبروك، الرد بتاعك على كابتن عادل. عارف لو رديت وقلت حاجه ده حق الرد مش ليك حق الرد. لا لا الرد في ايه؟ الرد في ايه؟ لا انت مالك قلقان كده ليه يا كابتن؟ قلقان وخايف كده ليه يا كابتن؟ خدت جزئيه من اللي انا قلته ليه يا كابتن عادل؟ عملت عليها عرض جدع. كابتن يلا يا بلال يلا يا بلال. انا مش هقول مش هقول حاجه يا كابتن. هو ادالك المفتاح. ايه؟ قول ان احنا ما عندناش روح. لا طبعا لا ما نقدرش طبعا. ازاي بس؟ ادينا الرد بقى. اتفضل يا كابتن بلال. ليه ما عندناش روح؟ ليه يا كابتن؟ انت اللي هتقول. هو انا لما قلت 4-0 والنتيجه والاهلي صعد 100% ده كان وعشان عارف شخصيه الاهلي ده كان ليه؟ فاهم؟ انت بتقول كلام يا كابتن عادل ممكن يعني داخليا غير مقتنع بيه، لكن انا مقتنع باللي انا بقوله. ليه يا كابتن؟ انا لما قلت 4-0 كنت متاكد، لان انا عارف طبيعه لعيبه النادي الاهلي، عارف شخصيه النادي الاهلي، وعارف قيمه النادي الاهلي، وعارف حجم النادي الاهلي، وعارف حجم فاق الصيف بالظبط الاثنين مع بعض الاتنين. عشان كده لما قلت كابتن ايمن 100% حتى مش 99.9 الاهلي هيصعد. تمام؟ لان مش الاهلي اللي يتغلب، مش الاهلي اللي تخاف عليه لما يبقى كسبان 4 في ملعبه. انت هتبقى موهوم لو كنت فاهم ان انا كنت خايف من خروجنا. يعني انا وجهه نظري لا قدر الله اتغلبنا. انا ما بحبش اتغلب طبعا. ليه؟ شخصيه حاجه ثانيه. حاجه ثانيه، انت بتدي رساله مش للفرق وبس، لاجيالك للعيبه بتاعتك. انت بتربي اجيال. بمعنى ايه؟ لا لا استنى كابتن عادل، قبل ما اتكلم الكلمتين دول انت خرجت بره الموضوع خالص. خرجت بره الموضوع اللي بنتكلم فيه ودخلت في حته ثانيه خالص. هقول لك حاجه، احنا كنا السؤال نسمع كابتن بعد اذنك. السؤال كان واضح وصريح. كابتن عادل الاهلي تاهل حسم لا لسه لا. صح يا كابتن؟ دخلت لي بقى في حته هنكسب بره ونكسب جوه. يا كابتن بص السؤال كان واضح وصريح، اديله الفرصه يتكلم. وسالنا احنا الاربعه. صح يا كابتن اسامه؟ السؤال كان عباره عن ايه؟ هل حسم الاهلي بطاقه الصعود؟ لا. انت قلت لا. صح يا كابتن؟ مظبوط. مازلت يا كابتن الماتش خلص. لو انا كسبان 6-0 ورايح العب الماتش انا كاحمد بلال، انا برضه انا كاحمد بلال الاهلي خلاص. انا كاحمد بلال الاهلي صعب، لعبت في النادي ده تمام، واتفرجت عليه وعارف معدن وشجعته، يبقى الاهلي 100% صعب بالظبط. كابتن هي بص يا كابتن، انا مش بلومك ولا حاجه، بس انا انا فاهم. طب يعني مش فاهم انت طبعا، فاهم انت طبعا قبليه والكباتن كلهم الكبار لعبوا في النادي الاهلي طبعا، وكلكم كباتن عاملين بعد كل ده محترمين تقول له انت لعبت. ما هو كابتن هو بيقول لك اصل انا كمدرب، هو كلاعب انا احترم تاريخه، لكن كمدرب نختلف ونتفق في الحته دي. عشان تقول لي انت كسبان 4-0 الرؤيه يا كابتن، تقول ان انت كنادي اهلي كسبان 4-0 وتبقى لانك تروح هناك تتغلب؟ استحاله. انا بصراحه يعني لو 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 بيعملوا ايه بتوع بره في اوروبا، بيعملوا جيمز اوفر. بالظبط كده يا كابتن. تمام. الموضوع اصبح مختلف منتهي يا كابتن خلاص. دخل هنا لا ده قال لك كلام. هقول لك حاجه يا كابتن، هو خدها من منطلق محلل وجمهور. ايوه صح، وهو قال كده المره اللي فاتت. لا مظبوط. سيبنا كمل. انا قلت كده على فكره. انت خدتها من منطلق. لا سيبنا كمل. أنا خدتها من منطلق سيد عبد الحفيظ وموسيماني. أنا قلتها قبلهم وهم رددوها بعدين. ده الوضع الطبيعي. ليه؟ لا مش الوضع الطبيعي. لا ده الوضع الطبيعي. أنت كمدير فني هتقول الكلام ده. مسؤول طبعا. صح يا كابتن عادل، أنت كمسؤول صح، غير لما تكون من بره. لا لا إحساسك بص يا كابتن، إحساسك في الناحية إنك أنت وقعت في المواقف اللي زي دي كمسؤول أول في فرقة. معاك أنت فاهمني؟ أيوه. فالمسؤول الأول في الفرقة لما بيجي، أنت عارف معنى انك انت تروح تلعب ماتش واللعيبه تتسلهم ان هم او تدخل خلاص خلصت. ما حدش قال كده. طب لا انا ما قلتش عليكم، انا ما بتكلمش عليكم، انا بتكلم على وجهه نظر. كمان المفهوم انتوا عندكم ثقه في النادي الاهلي. انا عشان ثقه، عشان ايه؟ عشان اللي بلال قاله لك ان احنا عارفين النادي الاهلي. لا 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 بروحه وشخصيته لعيبته والروح اللي متربيين عليها صعب جدا ما كسبنا. لا لا بالاضافه لا كابتن للفروقات الفرديه الكبيره. لا بس ما بين النادي الاهلي وما بين وفاق الصيف. لا يا بلال كابتن انا هقول لحضرتك على حاجه بس ثانيه. انت اتكلمت كمدرب طبعا. تمام طبعا. لكن احنا هنا اتسالنا كمحللين. ده هو ده يعني انا النهارده لما كراجل محلل تيجي تقول لي الماتش خلص. طب احنا قلنا ايه؟ انا مش قلت لك الوداد صعد؟ ايوه خلاص 2-0 نتيجه. خد بالك 2-0 3-1 برضه نتيجه محتمله هناك في بس يصعد برضه. بس يصعد هو لازم الفريق الثاني يكسب 3 لازم يكسب 3-0 عشان يصعد. يعني دي صعبه جدا. فانت بتتكلم في حاجات، في مسلمات في كره القدم يا كابتن عادل. مسلمات
يا كابتن مفيش كابتن مفيش. كرة القدم فيها مسلمات يا كابتن مش كابتن معمولة للمسلمات كرة القدم فيها مسلمات كتير جدا جدا وإلا 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 كابتن وخلينا بس هقول دي مسلمات هقول لك يخسر سبعة من هقول لك كابتن كابتن استنى بس يا كابتن استنى وحتى من مين انا بكلمك على البرازيل طب اكمل بس يا كابتن طب اكمل كلامي لا هقول لك حاجة اكمل كلامي بس طيب ثانية واحدة بلا هو عادل البرازيل تخسر سبعة او مش عارف نادي ايه يخسر خمسة بتاع كوارث كاول مباراة مش مباراة عودة وانت كسبان اربعة صعبة وخاصة لو انت قيمت شخصية النادي ده ومع احترامي الكامل للناحية التانية والفوارق بين الفريقين والفوارق اللعيبة الدولية دي والفوارق هنا واحنا عارفين ان النادي الاهلي متربي عليه ان لا الادارة ولا سيد عبد الحفيظ ك يعني في الجهاز ولا شخصية لاعب النادي الاهلي ان هيروحوا مستهترين ولا مثلا وده قصد كلام الكابتن بلال ولا ان هم يلعبوا بعدم احترام لفرقه وفاء سطيف احنا بانيين على كل ده ارجع 2018 بس المسلمات ارجعوا 2018 ايه يا كابتن 2018 2018 اللي هو رحنا من هنا كسبانين الترجي 3-1 3-1 كابتن يعني ايه 3-1 الواحد ده عامل لك مشكله يعني 2-0 تخرج مظبوط نتيجه وبتلعب الترجي كابتن ايوه 2-0 دي نتيجه قريبه كابتن 2-0 نتيجه قريبه جدا يا كابتن لا مفيش حاجه اسمها كده ازاي يا كابتن عادل لحظه انا وجهه نظري مفيش حاجه اسمها كده في كره القدم كره القدم تقبل اي ظروف صعبه كره القدم تقبل حاجات كتير انا مش عاوز اعدد الانديه انا مش عاوز اجيب سيره النادي الاهلي في الحته دي لكن في اوقات في اوقات انت لو ما احترمتهاش لازم تحترمها احنا ما نعرفش انت ليه بتلغي الاحترام بيجي منين من البدايه يعني مثلا هل اول ما كسبنا اربعه طلع الناس عندنا المسؤولين اللي هم المدير الكوره او المدرب طلع قال انا صعدت ما يقدرش يقول كده لانه مسؤول عشان مسؤول علشان ايوه يعني ايه يا كابتن وبما ان عايز اقول لك حاجه وبما انا طب وانت كنت مقدم بتقدم البرنامج انت قلت ساعتها ان احنا وصلنا 100% لا ما قلتش طبعا وتقدر تقولها لا ما اقدرش اقول بس انا عشان مسؤول اتفضل يا كابتن بلال كمل كلام بص كل عايز اقوله يا كابتن ايه يعني ممكن احنا النهارده لما بتسالنا احنا هنا في الاستوديو احنا بنتكلم من وجهه نظرنا كناس كمحللين تمام او كمتفرجين تمام ومحبين للنادي الاهلي وعارفين قيمه ومبادئه وامكانياته وقدراته لكن النهارده اللي بيقوله كابتن عادل هو راجل بيتكلم من وجهه نظر مدرب تمام ودي الفرق لا ومدرب جاي انا لا كابتن عادل ده مدرب كبير تمام انا اختلف ممكن نتفق مع بعض كلعيبه على في بعض الحاجات انما كمدربين وجهه نظر انا ممكن اختلف معاك صح ممكن اختلف مع موسيماني واختلف مع كابتن عادل واختلف مع كابتن اسامه واختلف مع كابتن شريف انت كمدير فني بليك وجهه نظر مختلفه تماما بس انا عايز اقول لك حاجه في النقطه هو دي هو كراجل مسؤول هو كراجل مسؤول او كراجل مدرب مظبوط يقول لك لا انا لا ممكن اصدر للاعبتي ايوه لو انا كسبت احساس انه ما وصلوا خلاص في مدربين ما بتهزرش كمان طبعا يعني في مدربين تبقى كسبان ما بتهزرش لكن انا النهارده كراجل قاعد في الاستوديو لا انا شايف ان الاهلي لما يكسب اربعه صح استحاله يجي فيك اربعه صح. وانا قلت لك المره اللي فاتت الفرقه دي لو خسرت خمسه لا ما تجيش من هناك بس انت قلت حاجه دلوقتي انا عايز اقف عندها اتفضل انت بتقول انا بختلف مع الكابتن عادل في النقطه دي طبعا انت عمرك ما اتفقت مع الكابتن عادل في اي نقطه لا صح. ما هو ما عارف يا كابتن عشان هو مدرب وانا لعيب ماده خاصه